See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في السفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله النهارده رياكشن هو الفيلم، او يعتبر هو الفيلم اللي المفروض هينزل في اجازه الصيف بتاعه 2023، هينضم يعني في القايمه مع مرع البريمو وعزيرو ومطرح مطروح، وهو تقريبا الفيلم الرابع اللي المفروض هينزل خلاص تقريبا كمان كم يوم. اي ثينك هينزل الاربع الجاي على حسب علمي، يعني ان هو هينزل مفروض 9 اغسطس، وهو فيلم فوي فوي فوي. بصوا يا جماعه، ما استغربوش ان انا هكون لابس نفس التيشيرت، يعني عشان احنا يعني بنصور دلوقتي السهر، يعني احنا يعني مطولين، يعني حرفيا احنا مطولين، يعني ما تستغربوش ان الفيديوز اللي جايه كلها تقريبا على ما اعتقد يعني هيبقى تلاقوني بنفس التيشيرت الاسود، لان تقريبا القعده احنا مطوله حبه حلوين، لان تقريبا احنا هنعمل تريلر رياكشن مثلا لتمن تسع افلام حرفيا ورا بعض، يعني فلك ان تتخيلوا قد ايه الموضوع مرهق. فاكيد يعني اعذروني، اكيد مش كل شويه هقوم اغير التيشيرت وارجع، اغير التيشيرت وارجع، يعني اكيد صعب الموضوع. ف 8 9 فيديوهات شوت كده مره واحده تريلر رياكشنز، فمعلش بقى هتلاقوني لابس نفس التيشيرت بتاع، لان انا بصراحه مش عايز اجل التريلرز بتاعت الافلام دي، لان خلاص يعني الافلام دي على وشك ان هي تجت ريليس، يعني ان هي تنزل، فمش عاوز ان انا يبقى يتراكم عليا تريلرز ما شفتهاش وكنت حابب اعملها تريلر رياكشن، وخصوصا كمان الفيلم ده. الفيلم ده برضو من الافلام اللي انا صراحه متحمس ان انا اشوفها، ما شفتش التريلر بتاعها. فيلم فوي 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 هو من تاليف ومن اخراج عمر هلال ده يا جماعه ولا الف حاجه قبل كده ولا اخرج حاجه قبل كده، يعني ده اول تجربه لي في التاليف ودي اول تجربه لي في الاخراج، فانا بصراحه يعني دي لوحدها كفيله ان احنا من حتى من قبل ما نشوف التريلر حتى ان احنا نقول لفراج شابوه، ان انت يعني ان انت وافقت ان انت تشتغل مع حد ان هو يكون لاول مره مؤلف ولاول مره مخرج، فدي بصراحه حاجه يعني صعبه قوي او نادر قوي ان ممكن ممثل عادي يعملها، يعني لان ممكن يبقى في ممثلين خايفين ياخدوا الريسك يقول لك لا انا ما اشتغلتش مثلا مع حد لسه جديد، لسه مؤلف محدش يعرفه، مخرج محدش يعرفه. فبصراحه نجم كبير زي محمد فراج، انا دي لوحدها بصراحه بالنسبه لي شابوه. يعني معاه في الكاست ليست معاه نيلي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي، بسنت شوقي مرات محمد فراج، حجاج عبد العظيم ومحمد عبد العظيم. وبصراحه يعني انا شايف الى حد ما ان الكاست حسوا الى حد ما بروميسنج قبل حتى ما اشوف التريلر، بس انا يعني فكره نيلي كريم تاني، نيلي كريم عايز سايبنا في فيلم عزيرو، يعني خلاص، يعني انا اسف يعني انا بعشق حاجه اسمها نيلي كريم، بس يعني مش من قله الممثلين، يعني خلاص هاتوا حد ممثله تانية يا جماعه، يعني مش معنى نيلي كريم بالذات. فمتفائل خير يعني والله، الكاست انا عاجبني، وعاجبني كمان البوستر بتاع الفيلم. انطباعي قبل ما اشوف التريلر صراحه مش عارف، اتمنى يطلع حلو بصراحه، اتمنى. انا هدوس، انا حرفيا هدوس والجو فور ات. كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، الفيلم فوي 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 هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. على فكرة سمعت عن شغلان التدريب النهاردة، فريق مكفوفين. بقولك هم ليه من شوية كانوا بيقولوا فوي فوي فوي؟ كلمة أسباني معناها أنا قادر. هتصرف يا قدرة، ما أنت طلعت شطان. عجباني قوي الفكره، عجباني قوي ان الستوري حاسسها يونيك، يعني الفكره انا ما اعتقدش ان انا شفت حاجه زي كده قبل كده، واول مره حرفيا اعرف ان هو قصه حقيقيه، ما كنتش عارف ان الفيلم ده قصه حقيقيه.
وعجبني الكتابة دي، فكرتني شوية بالريترو، الريترو بتاعت افلام ترنتينو، بالذات فيلم بالب فيكشن يعني. لا عجبني، عجبني التريلر، وحاسس ان هو عارف يعني عايز اقول اخيرا هنشوف فيلم عربي نضيف، اخيرا هنشوف فيلم عادل يعني. انا بصراحة تخيلوا ده اكتر فيلم ممكن اكون متحمس له لحد دلوقتي في الافلام يعني. انتوا عارفيني كان انطباعي كان عامل ازاي في مرعي البريمو، وكان انطباعي كان عامل ازاي في عزيرو. فمع كامل احترام لكل الناس اللي كتبت لي كومنتس، ممكن تختلف او تتفق معايا، بس انا ستيل عند رأيي، انا لا عجبني مرعي البريمو ولا عجبني على الزيرو ولا عجبني مطرح مطروح، تمام؟ التلات افلام دول ما عجبونيش خالص، فده ممكن يكون فيه الامل بصراحة. وخمس جولات، التريلر بتاع خمس جولات عجبني، بس ده كمان التريلر بتاعه عجبني اكتر يعني. اتمنى ان هو ما يغزلنيش، لان القصه ذات نفسها عجباني جدا وما شفتهاش في اي حته. عجبني فكره ان هو عامل نفسه كفيف وعايز يسافر مع التيم بتاع الكوره، وعايز يسافر يخلع على اوروبا على يوروب وبتاع. ففكره بجد فكره جامده قوي، الفكره جامده قوي، وحاسس ان محمد فراج هيبقى لايق قوي على الدور ده. انا نسبه ترقبي للفيلم ده 9/10 نسبه ترقبي عاليه للفيلم ده بصراحه. عجبني اول تريلر، ما كنتش متوقع ان هو هيعجبني، خصوصا يعني انا قلت لكم المؤلف والمخرج يعني اكتر حاجه بسطاني وشداني ان المؤلف والمخرج ولا حد يعرف عنه حاجه ولا حد يسمع عنه اي حاجه، ده اول تاليف ليه واول اخراج ليه. فبصراحه لو الفيلم ده طلع جامد يعني هيبقى بجد بدايه موفقه جدا للشخص اللي اسمه عمر هلال، انا بصراحه ما اعرفوش. فاتمنى بجد ان الفيلم يطلع كويس يعني. انا متحمس فشخ للفيلم ده يعني، تريلر حلو. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم فوي فوي فوي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.